في حكاية تانية بقى، في حكاية تانية بقى حلوة، حكاية حلوة قوي. في كلام كبير جدا وكثيرا يتردد خلال الأيام القليلة الماضية ومستمرة حتى الآن طبعا، إن النادي الأهلي هيبقى متواجد في لعبة فيفا 2024 اللي هي المفروض خلال أيام يعني تطرح في الأسواق. أنتوا فاهمين وبدأتوا تعرفوا دلوقتي إنه لعبة فيفا بقت أهم لعبة في العالم حاليا، لعبة فيديو جيم، لعبة بلاي ستيشن. ناس بتحب الفيفا يعني، فاهمين يعني ايه فيفا وقد ايه بقى ليها اتحاد دلوقتي، اتحاد دولي للالعاب الالكترونيه، اتحاد دولي. لعبه فيفا اصلا فيها منافسات على مستوى الاتحاد الدولي لكره القدم، ناس بتلعب وناس بتكسب وناس بتاخد بطولات وناس بتمثلنا. كان من كام سنه على ما اتذكر كان احمد الشيخ واحمد حسن هو كانوا المفروض يمثلوا مصر في لعبه الفيفا على مستوى الاتحاد الدولي لكره القدم، فالموضوع كبير. ففي كلام كتير ان الاهلي هيتواجد، لسه ما فيش حاجه رسميه 100%، في كلام كتير ان الاهلي هيتواجد في اللعبه في النسخه القادمه نسخه 2024. طيب انت تيجي تقول لي يا عم كريم يعني انت جاي تكلمنا على لعب وبتاع وبلاي ستيشن وفيفا وكبر المواضيع شويه، ما انا هكبرها لك اهو. وجود الاهلي في اللعبه، وجود الاهلي في اللعبه هيضمن له مداخيل عديده جدا عديده جدا، استغلال الاسم، استغلال اللوجو، استغلال اسماء اللاعبين، كل دي ملايين هتخش الاهلي، ملايين هتخش الاهلي. ده حسب فهمي وحسب معرفتي، حسب فهمي وحسب معرفتي. غير بقى الانتشار بتاع اسماء اللاعبين، انت بتعرف الناس اللي بتلعب فيفا يعني انت بتعرف اسماء لاعبين في فرق كثيره في العالم من اللعبه. الشباب دلوقتي والاطفال دلوقتي فاهمين الكلام ده كويس. طيب تعال نفهم اكتر عشان برضو بقول لك على ضوء فهمي السطحي للموضوع، اضوء حبي للعبه يعني اصلا عشان بلعبها، ففاهم يعني فاهم سطحيا ايه اللي بيحصل فيها، لكن اكيد في تفاصيل من جوه يفهمها اكتر ويعرفها لنا اكتر ويشرحها لنا اكتر الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. يا فندم مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك، اهلا بالاتصال المستعد. انا سمعنا خلال الايام القليله الماضيه ان النادي الاهلي وارد انه يبقى موجود في لعبه فيفا 2024، هل ده حقيقي؟ هل ده صحيح اصلا كمعلومه؟ ولو حقيقي ايه اللي نكسبه من ده؟ يعني ايه نكسبه في الرياضه المصريه او حتى على مستوى النادي الاهلي؟ ايه اللي هيكسبه النادي الاهلي من تواجده في لعبه فيفا 24؟ اولا مش هيبقى في لعبه اسمها فيفا 24. حلو، قفلتها. لان العقد اللي بين شركه اي اي بتمتلك لعبه الفيفا مع الاتحاد الدولي لكره القدم بالتصريح منه سنة 23 السنة دي، دي آخر نسخة. أوكي. 24 اللعبة هتتسمى اسم تاني، مش هتبقى هي اللي محتكرة كرة القدم مع الفيفا اتحاد الكرة الدولي. هيبقى أعتقد إي إي إف سي فوتبول كلاب. تمام. فمتوقع طبعًا إن النادي الأهلي الشركة عشان تعمل انتشار وتعوض الاحتكار اللي كانت فيه باسم الفيفا ومنتخبات الدول وتيشيرتاتها واللعيبه، انها تعمل تعاقدات في كل انحاء العالم وخصوصا في الانديه الجماهيريه الكبيره زي النادي الاهلي الموجود في كل الاحصائيات الدوليه. فده طبعا كله هم مش غايبين عن النادي الاهلي وشعبيته، فممكن فعلا يتعاقدوا مع النادي الاهلي على حقوق انه يبقى موجود باللعبه الجديده اللي هيبقى اي اسمها اي اسم. احنا كمهتمين بكره القدم بالرياضات الالكترونيه عموما منتظرين الشكل الجديد والاتفاق الجديد والفيفا هيعمل ايه في لعبات كره القدم، لان هم في لعبتين كبار. كانت لعبه فيفا وكانت لعبه اي فوتبول اللي كانت قبل كده اسمها بيس. احنا بنستنى النتيجه، لكن مين يقدر يقول الكلام ده؟ هم طرفين، النادي الاهلي نفسه وشركه اي اي. وسبب ان الاخبار كلها جايه تسريبات تكهنات بالظبط تقارير صحفيه، يعني هو بدا الخبر يمشي بتسلسل من تسريبات لتكهنات لتقارير صحفيه. ليه اعتقد يعني في استنتاجي ان الموضوع ما زال في طور الدراسه والادارات القانونيه سواء في النادي الاهلي او في الشركه اللي هتاخد الحقوق بتراجع، ولما هتراجع هتعلم، مش هيبقى سر، بالعكس ده هيعملوا دعايه عشان يكسبوا اكبر عدد ممكن من اللاعبين اللي بيلعبوا
اللعبه على جهاز البلاي ستيشن والموبايل وما الى ذلك. طيب انا قلت في المقدمه انه اتفضل. ده 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 يا فندم بصدد انه المفروض الاهلي قدامه يكسب كثير من الامور الماليه، انا فاهم صح ولا فاهم غلط؟ اه طبعا ده انتشار جديد للنادي الاهلي واستثمار اسمه وشعبيته وجماهيريته في كل دول العالم. لان في ناس هتحب تلعب باسم الاهلي، تحب تلعب بتيشيرتات الاهلي باسماء لعيبه النادي الاهلي، فكل دي حقوق، وده بيكون مؤخر الموضوع لاستنتاجاتنا كلنا بس اتفاقيات تجاريه في الاخر. اتفاقيات تجاريه توصل لملايين الدولارات ولا دي ارقام ضخمه مبالغ فيها؟ على حسب بقى الاستخدامات وعلى حسب شطاره التفاوض وعلى توقعات اللعبه الشركة اللي بتمتلك اللعبة شركة اي اي من وجود اسم زي اسم النادي الاهلي ومدى الاقبال عليه، لان ده بينتج عنه اعلانات ومسابقات وبطولات فكل ده طبعا فلوس وعائدات. طيب السؤال الجاي برضو بعد ما انتشر كثيرا او التسريبات اللي حضرتك اتكلمت عنها فيما يخص النادي الاهلي، ظهرت النهارده وامبارح تسريبات اخرى بتقول لا ده الدوري المصري كله هيبقى موجود في اللعبه السنه الجايه، هل الدوري المصري وارد انه يبقى موجود بالكامل؟ اتفضل. ده بقى هنا اتحاد الكوره والشركه صاحبه الحقوق هي الوحيده اللي تقدر تتفاوض على وجود الدوري المصري. لكن هذا اللي اقدر اقوله ان دوري كره القدم الالكترونيه ان شاء الله موجود. يعني تم الموافقه والدكتور اشرف صبحي وافق وحصل اجتماعات وتدريبات، واحنا برضه بصدد الاعلان النهائي بعد مراجعه الالتزامات للطرفين ان هيبقى في دوري وكاس وسوبر لكره القدم الالكترونيه. ممتاز ممتاز. فده يخلينا مع الدول اللي تبعتنا، احنا متقدمين جدا احنا الرياضات الالكترونيه والالعاب الالكترونيه لا في منزله عالميه كبيره، اكبر عدد في دول الشرق الاوسط حوالي 38% من اللي بيلعبوا رياضات الكترونيه مصريين. انا فاكر يا فندم كان ملحوظ جدا في كل وسائل الاعلام ان من يومين بالظبط مصر اتاجلت لكل اللعبات الالكترونيه اللي في كاس العالم اللي بينظمه الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونيه رومانيا 23، ومن بينهم لعبه الاي فوتبول على فكره. ممتاز. مصر داخله كاس العالم في الاي فوتبول رومانيا في اخر اغسطس لغايه نص سبتمبر القادم. في ناس وهي بتتفرج علينا يا فندم، وانا عشان كده تعمدت ان انا اعمل الفقره دي النهارده او اتكلم عن هذا الامر، تتصور ان الموضوع صغير او بسيط، يا عم احنا عندنا مشاكل كبيره في الكوره وعندنا حكايات وانت جايب لي برضه الجيمز وبتاع وحاجات، فاكرين الموضوع بسيط، ممكن حضرتك تشرح اكتر اهميه الموضوع دوت، فارق قد ايه في العالم دلوقتي؟ ايه المكاسب الكبيره اللي ممكن تخش الدول بسبب هذه الالعاب الالكترونيه؟ الرياضات الالكترونيه هي تحول طبيعي لشكل الرياضه بعد سيطره الاتصالات والمعلومات وشبكات الانترنت. زي ما بنتكلم على التجاره الالكترونيه والحكومه الالكترونيه والاعمال الالكترونيه، طبيعي بقى في حاجه اسمها الرياضه الالكترونيه. الرياضات الالكترونيه والصناعه بتاعتها في العالم تخطت كل انواع الترفيه كمان. يعني عدت ال 200 مليار دولار. بقى في اتحادات لغالبيه دول العالم، وصلت لحوالي 110 دولة عندهم اتحادات. احنا في مصر سابقين يمكن موجودين من 2003. صحيح. ما كانش حد يعرف كتير عن الاتحاد بحكم ان الموضوع ما كانش منتشر الا في اخر 4 أو 5 سنين فاتوا. احنا اكبر دولة في المنطقة في البطولات وعدد اللاعبين. بنتصور ان احنا ابطال افريقيا، لان احنا دخلنا في كاس العالم اللي جاي مثلا، المؤشر اللي انا بعتمد عليه ان 7 لعبات الاتحاد الدولي حددهم مصر داخله في 7 لعبات. عظيم. هل هي بتتقدم يقولوا لنا تعالوا؟ لا طبعا. ده لازم اشتراطات والموافقات من الشركات زي ما اتكلمنا على ايه تحويل اللعبه
بتتعاقد مع النادي الاهلي ما حدش هيعرف يعمل بطوله في اللعبه دي الا لما الشركه توافق. صحيح. والكلام ده بيستخدم تراخيص. صحيح. والتراخيص دي بيبقى ليها رسوم. مظبوط. كل دي عائدات. صحيح. اتخيل في السبع لعبات ما دفعناش، بس كنا لازم ناخد الموافقه لان الاتحاد الدولي متفق مع الشركات السبعه على ان الاتحاد المصري للرياضات الالكترونيه بيعمل تصفيات في مصر عشان يختار احسن لاعبين نأهلهم لكاس العالم. والله يا استاذ شريف انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ شريف، يعني احنا لازم يبقى لينا لقاء في هذا الامر ونتحدث كثيرا في مثل هذه الامور، عشان الموضوع فعلا كبير جدا مش موضوع صغير ابدا، وبالتاكيد كرياضه مصريه كمجتمع مصري كبلد نفسها اكيد نستفيد من ده لو اتطورنا كمان. وكويس ان حضرتك كمان قلت لي ان احنا واقفين في منطقه جيده جدا في هذا الامر. الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه بشكرك شكرا جزيلا.